السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في نشرة الأخبارية لهذا الأسبوع. انطلقت هذا الأسبوع مسابقة المهارات اللغوية بين طلاب الفصول، والتي تهدف إلى رفع المهارات اللغوية بين الطلاب بطريقة جاذبة وممتعة. نترككم مع هذا التقرير. قيم خلال هذا الأسبوع مهرجان المهارات اللغوية بين طلاب المدرسة، والذي تم في المسرح المدرسي بمشاركة جميع الطلاب، وقد تنوعت المسابقات التي أدارها الأستاذ عبد العزيز المبارك ومجموعة من المعلمين. السلام عليكم، معنا أستاذ عبد العزيز المبارك مدرس الصف الأول، سوف نجري مقابلة معه. ما هي أهداف المسابقة؟ أهداف المسابقة هي عبارة عن دورة تدريبية للمعلمين في الاستراتيجيات التعلم الحديثة، وأيضا هي يعني تشجيع الطلاب على حب المدرسة، وأيضا لها أهداف ثانية هي تعلم الطلاب، يعني التعلم باللعب، هذه أهدافها. كيف طريقة المسابقة؟ طريقة المسابقة استراتيجياتنا دارت حول مشاركة أكبر عدد من الطلاب، وفي بعض المشاركات اشتركوا جميع الطلاب. يعني في إطار تفعيل حصة النشاط ولرفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية، أجريت مسابقة أبطال الإنجليزي بين الطلاب في الصفوف العليا، وأقيمت هذا الأسبوع المسابقات بين طلاب الصف الرابع، وأسفرت النتائج كالآتي. كانت خلال هذا الأسبوع فعالية أبطال الإنجليزي بين طلاب الصف الرابع، والتي جرت على مرحلتين باستخدام منصة كاهوت، وقد تمكن فريق الشجعان من صف الرابع ب من حسم لقب لصالحهم، وكان للأستاذ مالك الفتيل أمين مصادر التعلم دور الفاعل في نجاح المهرجان. أتوقع إن بالبداية إن راح نخسر، وجابنا سؤال غلط يعني، وقلت يعني خلاص يعني رحنا فيها. وقف الأخير فزنا الوقت الأول. علي أنا ما كنت أتوقع، شفنا في المركز الثاني توقعت بنضال كده وبيتفوق علي، بس توقعت ما نفوز، قلنا خلاص ما بنفوز آخر سؤال لأن غلطنا، طلع أن كنا غلط ولا تغيرت وفزنا. أما أنا كنت أحس أن إحنا بناخد الثاني بس لكن أخذنا الأول. ما حسيت لأن بناخد الأول أو الثاني. أنا توقعت أن إحنا بنخسر من البداية والثانية، بالتالي الحمد لله فزنا. أنا أتوقع ناخذ الثاني او ناخذ الاول. اخذنا الاول. عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم نستضيف استاذ محمد المحل في مسابقه جميله وهادفه للتعليم. حياكم الله ويعطيكم الصحه والعافيه. استاذ، تحس تفاعل الطلاب قوي ولا؟ طبعا المسابقه هي مسابقه لغه انجليزيه ابطال الانجليزي، مسابقه منهجيه تهدف الى اعطاء الطالب معلومه بطريقه جديده جاذبه ممتعه، وأشوف الطلاب الحمد لله تفاعلهم كثير جدا، يعني في كل المسابقات اللي راحت الثلاث فصول رابع ألف ب جيم كان تفاعل الطلاب جدا عالي، وأشوف متحمسين كثير مع المسابقة. يعني لو فازوا في جائزة ولا؟ أكيد في جائزة، بيكون طبعا من كل فصل بيتأهل فريق، بطل فريق رابع ألف مثلا مع رابع ب مع رابع جيم بيلعبوا نهائي، وايضا ان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا فصول خامس وسادس ايضا بيكون لهم مسابقه خاصه بهم، وان شاء الله بطل كل مرحله، يعني بطل رابع بطل خامس بطل سادس بيكون له جائزه ان شاء الله ترضيه. وصلنا لفقره سؤال الاسبوع الذي طرحناه على بعض طلاب المدرسه، فكانت اجابتهم كراتي. لا كل حال وإذا حاجة يعني صعبة أقوم هذا أقول لأمي، يعني يمكن ساعة وشوي كده. هذا كل حال يعني إذا كانت قرآن أو أي حاجة يعني كانت لين أخلي أمي وأبوي يذاكر لي ساعة، أذاكر يا أمي ربع ساعة.
إيه ماما. حلوة المذاكرة. لحالي وإذا حاجة حفظ يعني القرآن ولا نشيد أخلي متسمى لي. أعيد أراجع على الدرس أكثر من مرة وأركز في شرح الأستاذ. على حسب إذا المعلومة ما دخلت أذاكر عادي لو 5 ساعات. يوم ما أذاكر ساعتين يمكن. لحالي دور ساعة في اليوم. تعجبك المذاكرة؟ إيه. لحالي إذا شفت سؤال صعب وش تسوي؟ أعيدها وأقول لأمي ولا أبوي. كم ساعة تذاكر؟ ساعتين. How do you study? I study very well. I study the easy parts and go a little bit and a little bit harder and harder and harder. How many hours study? 3 hours. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية ما هي البطاقة الشخصية الإسلامية؟ معاكم أستاذ جلال قيسوم، تخصص علوم، خريج كلية المعلمين بالدمام سنة 1419. بداية المشوار التعليمي كنت معلم للرياضيات في مدرسة قتيبة بن مسلم في حفر الباطن، ثم انتقلت إلى مدرسة أبا أيوب الأنصاري، وبعد ذلك انتقلت إلى مدرسة سيد الشهداء، وظللت في مدرسة سيد الشهداء بما يقارب أكثر من 10 سنوات، ثم انتقلت إلى مدرسة تعروت الثانوية. حدثنا عن مشواري التعليمي. كنت معلم لو في المستوى كطالب ولا كمعلم؟ كمعلم. تم تكليفي بتعليم الرياضيات في بدايات المشوار التعليمي. درست الرياضيات مدة 3 سنوات، بعد ذلك بديت بالدراسة بتدريس مادة العلوم في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة. في المرحلة المتوسطة فترة قليلة فقط، يعني أقل من ذلك. درست في محو الأمية في مدرسة ابن خلدون بسيهات، مدارس الليلية بعد درست فيها، وبعد ذلك خلاص انتقلت إلى دور القيادة والإدارة. لماذا اخترت الإدارة على التعليم؟ بحسب متطلبات الدور والفترة الزمنية، بمعنى أن يوم من الأيام بعد تراكم الخبرات تحتاج إلى إشباع هذا الدور ما تمتلكه أنت من رغبة. ماذا رغبك الإدارة الإسلامية؟ المسؤولية والجدية. ما هي أهم المعوقات عمل الإدارة؟ الواقع. غالبية الأمور المعوقات تكون الواقع، بمعنى أن أنت تحتاج إلى نظرة شمولية، تحتاج إلى تطلع إلى تحقيق طموح بشكل أعلى، إلى حد ما تلاقي صعوبات في الواقع. ما هي طموحاتك في هذه المدرسة؟ الوصول في أعلى المراتب في على مستوى التعليم في المملكة وخارج المملكة، أي بمعنى أدق المشاركات في المسابقات الوطنية والمحلية والدولية بمسمى هذه المدرسة. هذا طموحي، أن أكون يوم من الأيام في المدرسة، يتم تتويج المدرسة في منصات التتويج، نحصل من خلال أبنائنا الطلاب. طبعا بسيط، يعني انت يوم من الايام التحقت بهذا السلك او الكادر
المميز تبع وزارة التعليم كمعلم بعد اشتراطات، دخول اشتراطات ودورات، طبعا لازم تحصل على دورات معينة بعدد ساعات محددة، ودخول اختبار في الكفايات والقدرات، اختبار تبع إدارة التعليم، تنتقل من معلم إلى دور آخر وهو وكيل. من بعد ما تصير أنت وكيل هم تخدم بعد كذا سنة وكيل، ونفس الشيء تخضع تحت اختبار، مقابلة شخصية، وتحصل على دورات ونمو بعد، بعدين ترتقي وتوصل إلى مدير. ما هي المواصفات العمل الجميل؟ لمن؟ المعلم مثلاً ولا المعلم؟ الإخلاص. إذا كان مخلص فهذا هو المعلم الجيد. في الختام نشكر أستاذ جلال مدير المجمع الخليل بن أحمد، ونشكركم على حسن استماعكم واهتمامكم في هذا المقام. الله يسلمك، شكرا.